وجهه حتى أتاه اليقين من ربه. أما بعد، أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يقول الحق في محكم آياته: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أمانتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وإن الله عنده أجر عظيم. آباؤنا أمهاتنا نحن أولادكم رجال وهذه الأمة الإسلامية، فإذا قصرتم في تربيتنا وأهملتم في توجيه سلوكنا فقد عرضتم هذه الأمة للذل والهوان، وكنا لا قدر الله سببا في ضياع أمة الإسلام. أما إذا أحسنتم أدبنا وربيتمونا على خلق محمد صلى الله عليه وسلم أصبحنا جنود الله وفرسانا للدين، فعلى أيدينا تنهض الأمة وتنتشر رسالة الإسلام. أيها الأباء، اتقوا الله فينا وربونا على الدين والأخلاق، لأنهما قوة الأمة وعزها وسلاحها الذي لا يهزم. قال الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم، نحن أمانة في أعناقكم تسألون عنها يوم القيامة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة أيتها الأمهات إن نوتنا على الفطرة السليمة، فقمنا بإخراج جيل منا يتحرك بالإسلام قلبا وقالبا، وعلمنا القرآن الذي إذا مس قلوبنا فتحها وأمرها، وعرفنا بالحلال والحرام. قال الشاعر: الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأخلاق، إن الذرية الصالحة سببا في دخول الجنة، وأنتما تحت الأبواب تكتب لكما الحسنات وتمحى لكما السيئات وترفع لكما الدرجات، لأنكما سببا في تربية جند من جنود الإسلام في كل المجالات، وسببا في إعلاء كلمة لا إله إلا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. أكرر: أو ولد صالح يدعو له. آباؤنا أمهاتنا تجنبوا العنف في تربيتنا. قال الله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علموا ولا تعنفوا، فإن المعلم خير من المعنف. اللهم اجعل من بيوتنا جنة بالإيمان وتطبيق تعاليم النبي العدنان وإقامة الصلوات وتلاوة القرآن. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا وتوبوا إليه إنه غفور رحيم. كان معكم زد يد من قسم تحضير الأمان.
في روضة بلديك السقاعات، شعاري في الحياة أنا طفل صغير لا أعرف المستحيل وشكرا.